السلام عليكم حياكم الله. عبارة قرأتها صراحة أثرت فيني، وتقول هذه العبارة: تأتي باكيا وتعود راضيا، إنه الله لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى يجبر كسرك، الله الذي يغفر ذنبك، الله الذي يحبك إذا أقبلت إليه. أنين المذنب، المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين. تخيل الله الذي إذا جيته في لحظة وأنت منكسر وتائب ولك 30 40 50 مهما كانت من السنوات كلها ذنوب، ثم جيت بلحظة واحدة منكسر تائب يغفر ذنوبك؟ لا، ويبدل سيئاتك حسنات. إنه الله، الله يحب القلوب المنكسرة. موسى سأل ربه، قال: يا ربي أين أجدك؟ قال: يا موسى، أنت المنكسرة قلوبهم، مو للخلق مو للناس، له سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق على مكانته العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، عشان نعرف إن الله يحبنا منكسرين. مهما بلغت ترى، مهما وصلت من العلم، مهما وصلت من المراتب، مهما وصلت لأيها، الله يبغاك منكسر. أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، علمني دعاء أو قل لي دعاء أدعو به في صلاتي. إيش قال لها الرسول؟ من أبو بكر، شوف مكانته العظيم، قال: قل يا أبو بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. شوف الرسول يعلم أبو بكر أنك مهما وصلت انكسر لله. تخيل أبو بكر على مكانته العظيمة ويدخل من أبواب الجنة الثمانية وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب مناقب عظيمة، الرسول قال له: قل هذا الدعاء يا أبو بكر وادع به في صلاتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فيا جماعة، الله يبغانا منكسرين له سبحانه وتعالى. كل ما انكسرت، كل ما تواضعت، كل ما رفعك الله له، انكسر له وتواضع لله سبحانه وتعالى. فوين ما رحنا، وين ما جينا، ترى ما لنا غيره، ما لنا غيره. اسمع هذه القصة، أختم فيها، اسمعها. يا أخي الكريم، موسى عليه السلام جو قومه، جاهم قحط، ما في مطر ولا شيء، احنا في الأيام هذه ننتظر المطر، أسأل الله يرزقنا. يا موسى استسقي لنا ربك، نبي المطر. خرج موسى مع قومه، قيل 70,000 طلعوا في الصحراء، 70,000 يدعون: يا رب اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأوحى الله إلى موسى، موسى كلم الله، قال: يا موسى، الله يقول فيكم رجل يعصيني منذ 40 سنة. تخيل 40 سنة هو يعصيني، ما أمطر عليكم حتى يخرج من بينكم، أمطلع بأمطر عليكم. تخيل 69,999 أمورهم زينة إلا واحد مخربن عليهم، عشان نعرف، لأن ذنبي ممكن ذنبك أن تقول ما يأثر على الناس وعلى المجتمع، لا، قد يؤثر. اللي نشوفه إحنا من الابتلاءات هذه، ترى قد تكون بسبتي أنا بسبتك أنت، لا تقول ما أنا عادي أذنب ما أثر، لا لك تأثير، فلك تأثير. وكذلك لو الواحد يصلح أموره له تأثير. تخيلوا جماعة 70,000 بينهم واحد لازم يطلع من بينكم، موسى كيف ينادي في 70,000؟ فالله قال تكلم، الله يتكفل يعني إيصال الصوت. صعد موسى على الجبل وقال: قال: يا قوم، تخيل يا جماعة يصيح: يا قوم، إن فيكم رجل يعصي الله منذ 40 سنة، فليخرج من بيننا، فبه منعنا الله المطر. يا الله، تخيل يا جماعة 70,000، لو طلع الواحد هذا انفضح، بيطلع اسمه بكرة والعالم تكلم فيه والمجالس وفلان وفيه وما يخطي، فضيحة لو طلع. وان بقى بعد الناس تبي مطر، الله حرمهم سبته بذنوبه. يا قوم يا قوم، وكل اللي نظر للثاني
70,000 في مكان واحد. وش سوى هذا؟ هو عارف نفسه، هو عارف نفسه، يفتح رداءه ويدخل راسه من شدة حيائه وانكسر. أنا انكسر. شوف هاللحظة هذه الله يبيها، الله يبيها اللحظة هذه. هو غني عنك، غني عنك. نزل رأسه وطأطأ رأسه، قال يا ربي. هو يقول هذا اللي 40 سنة يصل له، قال يا ربي عصيتك 40 سنة ما فضحتني، لا تفضحني وأنا تائب لك الآن، يا ربي اشهدك أني تائب إليك. لحظات ما نزل يديه إلا واجتمعت السحب وأمطر الله عليهم مطر غزير. موسى يطالع الناس، الطالع ما حد طلع، شلون جاء المطر وهذا اللي عصى 40 سنة ما طلع شلون؟ قال يا ربي يعني جاء المطر ولم يخرج هذا الرجل. قال الله سبحانه وتعالى لموسى، قال يا موسى بسبب هذا الرجل اللي كان يعصيني 40 سنة مطرتم سبتة. قال الله يا موسى بسبب هذا الرجل مطرتم وأمطرت عليكم. يا الله يا جماعة، 40 سنة يعصي الله، بلحظة واحدة انكسر، أمطر الله عليهم. قال موسى ربي وين هذا الرجل؟ أبى أشوفه، أبى أضمه، لأن بسببه هو جانا المطر. قال يا موسى، قال يا موسى، يقول الله يا موسى، يا موسى 40 سنة يعصيني فلم أفضحه، أفضحه وهو تائب؟ حتى موسى الله ما علمه، حتى موسى الله ما علمه باسم أو هذا الشخص، لأنها الستير سبحانه وتعالى يستر علينا. فيا جماعة يعني مهما رحنا وجينا لن تجد أرحم من الله سبحانه وتعالى، تأتي باكيا وتعود راضياً.